فالخبر البداية من عند كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة داخل نادي الزمالك، اللي كشف عن تطورات ملف التجديد للثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر في ظل انتهاء تعاقد اللاعبين مع النادي بنهاية الموسم الحالي. كابتن عبد الواحد السيد أكد أن أمير مرتضى المشرف على الكرة داخل نادي الزمالك سبق وتقدم بعرض يوسف أسامة نبيه لتجديد عقده، وشهدت المفاوضات الخلاف على أحد البنود. وأضاف مدير الكرة أنه اجتمع بعدها مع اللاعب وتدخل لتقريب وجهات النظر، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد ليوسف أسامة من أجل التجديد. كابتن عبد الواحد السيد أضاف أنه عندما طلب من اللاعب التوقيع على العقود على أن يتكفل الزمالك بحل أزمة المستحقات اللي حصل عليها يوسف أسامة من بيراميدز، طبعا بعد توقيعه لبيراميدز فوجئ مدير الكرة برفض اللاعب لتجديد عقده مع النادي بالرغم من اتفاقه على كافة تفاصيل العقد الجديد. طبعا مدير الكرة بالفريق أشار أن المدير الفني مستر أوسوريو قرر عدم تدريب يوسف مع الفريق، وقال أن اللاعب الذي لن يستمر معي لن أضعه في حساباتي. طبعا قرر أوسوريو خوض اللاعب للتدريبات المنفردة تحت إشراف بعض أعضاء الجهاز الفني. وفيما يخص موقف سيف فاروق جعفر، فأكد مدير الكرة داخل نادي الزمالك أنه لا توجد أي مشكلة فيما يخص ملف التجديد لسيف فاروق جعفر، واللاعب لم يوقع لأي فريق آخر، والنادي طبعا بيجهز له العرض المناسب في الفترة الحالية من أجل حسم تجديد عقده، لأنه طبعا بيرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك. مستر أوسوريو المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية امبارح يوم الثلاث على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. مستر أوسوريو قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات وطلبهم ببذل أقصى جهد عندهم وتنفيذ العمل المطلوب بكل دقة استعدادا للمباريات المقبلة. كمان أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران امبارح يوم الثلاث استعدادا لمباراة أسوان القادمة، والفقرة بدأت بأداء تدريبات الجري حول الملعب لعدة دقائق، وده كان تحت قيادة كابتن علاء رجب مخطط الأحمال. بعد كده تم تقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لأداء الجانب التأهيلي بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للفريق. شهدت تدريبات الفريق امبارح مشاركة محمد صلاح وأحمد رفاعي ثنائي فريق 2003 استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. طبعا ده جه بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع الفريق الأول. طبعا محمد صلاح بيجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الهجومي، وأحمد رفاعي بيجيد اللعب في مركز المدافع. الجهاز الفني للفريق بقيادة أوسوريو قام بإشراك أكثر من لاعب من فريق 2003 خلال الفترة الأخيرة في التدريبات، وهم عبد الله محمد، محيي جمعة، أحمد محمود، أحمد عبد الرحيم إيشو، بجانب الثنائي اللي تم تصعيده اليوم محمد صلاح وأحمد رفاعي. طبعا كل التوفيق للاعبين الشباب طبعا المنضمين للفريق الأول. لسه مكملين أخبارنا واستعدادات طبعا الفريق لمباراة أسوان غدا، ولعيبة الفريق أدوا فقرة تدريبات خططية على هامش المران امبارح يوم الثلاث استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في الدوري الممتاز. طبعا الفقرة الخططية شهدت قادها طبعا الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق، شهد التنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب. بعد كده تم تقسيم اللاعبين لثلاث فرق
وأقيمت تقسيمة فنية بين فريقين بالتبادل مع الفريق الثالث بحيث يستمر الفائز داخل الملعب. مستر أوسوريو ومعاه كابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام قام بمنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر أثناء التقسيمة، وكمان قاموا بتوجيههم خلال التقسيمة. خلونا نختم أخبارنا الخاصة بالفريق من عند ختام الفريق النهاردة لتدريبات والساعة 6 مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان بكرة في مسابقة الدوري. طبعا من المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة بعد طبعا انتهاء المران اليوم استعدادا لمواجهة غدا.